ولو كان هذا النمط فاسد كما هو في واقعنا أمام العالم كله نمط فاسد.
بالعقبات بالمحن
الابتلاء بألوان وأصناف بعدها والعذاب وإقبال عقباء لنهاية سنة الله سبحانه وتعالى. وأيضا أبو بكر الصديق والحياة في البداية والنهاية ذكر قصة الصديق قالت عائشة وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن يبتليه فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نظهر يا رسول الله نظهر الناس فمن نسل من سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا قليل ما سلنا عدد قليل ما فيش فلا يزال لا زال أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة وكل واحد مشى المسلمين مشى القبيلة بتاعه فقام أبو بكر الصديق خطيبا في الناس وأول من قال خطيبا يدعو إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا فما كان من المشركين إلا فزع إليه وألقوا غرضا وأمطروه بالغر ضربوه ضربا شديدا وأخذ عقبة بن أبي معيط هذا الفاسق وأخذ عليه وأخذ يده بما وجهه من أبي الحاج وجه أبي بكر الصديق حتى لم يدرى أنفه من وجهه بدل وجهه حتى جاء ابنتين أسرعوه وظنوا انه قد افق فاسد الطريق يا اخوتي الكرام ليست مفروشة بالورود الطريق ليست مفروشة بالورود الاسلام لا بد له من ضريبه ولذلك عندما راى خيانه في سوريا ما يلاقون وما يعانون هذه سنه الله في خلقه والحمد لله قد اعطاه الله سبحانه وتعالى منهم الايمان والصدق راينا الناس صادقين والله راينا الناس اتقياء والله رأي الناس مصرين على كلمة التوحيد لآخر نفس رغم مسؤولية عليهم هذا هو الطريق وهذا طريق النصر هذا طريق النصر طريق النصر حسب الناس أن يدركوا أن يقوى أمانة وهم لا يفتنون بدلا المسلمين لابد أن يفتن لابد إذا حتى في القرآن ربي قسم القرآن إلى أنقرة حتى أتباع الأنبياء والأنبياء وأصحاب الأتباع قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من الشهود وما نقوا منه إلا أن يؤمنوا بالله العز أي سنة ربنا سبحانه وتعالى إذا وأحسن ما يذكرنا حال المسلمين في أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصراع على الباطل قوله تعالى واذكر أنتم قليل مستضعفون في الأرض قليل مستضعف في الأرض تخافون أن يخاطبكم الناس الواحد مش قادر على نفسه والمجموعة مش قادرة على روحه تخافون أن يخاطبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيب بهذه العذاب تشكرون من سوء الأفعال إذا هذه سنة الرب سبحانه وتعالى ولا تجد سنة الله إلا بديلا ولا تجد سنة الله إلا تحويلا إذا كمان السنة عند الناس اللي يخدموا حياته معينة ما يحبوش يغيروها وأن الأمر يجب شيء غيره ويلاقوا على صعوبة العذاب أيضا السنة في أن أتباع الأنبياء والأنبياء لا يتخلون عن الدعوة أبدا سنة ثابتة أن أتباع الأنبياء الصادقين المخلصين اللي يسيروا على طريق منهج النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون إلى آخر وقت كما شفنا في سوريا وفي غيرها أيضا وفي غيرها أيضا غير أيضا لأن يثبتون لهذا اللحظة من حياتهم على الإيمان على الإسلام على الإيمان على الإسلام إذا ما وجدنا نبيا في التاريخ نبيا ولا رسولا ولا جملة أتباع الأنبياء من تخلوا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رغم الأسواق رغم النصارى رغم الضحيات ولذلك فظيع ما نراه في ما نراه في سوريا فظيع جدا وتلك ضريبة تقدم يقدمها المسلمون لكن يعني على الداعية كل إنسان يوطن نفسه أن يكون داعي لأن الدعوة الله شرف الله أشرف الأعمال الدعوة الله سبحانه وتعالى أشرف الأعمال الدعوة الله سبحانه وتعالى منها ومن أحسن
أحسن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله من إلى أحد أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأخوه بإسلام وتزل إسلام الإيمان ثم أحسن عمل يدعو عن الأنبياء شنو عمل الأنبياء دعوة الأنبياء دعوة الله إذا أنت ذا إذا نقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على ودعوة الإسلام كلفك ذلك ما كلفك كلفك ذلك ما كلفك فإذا وطن الإنسان نفسه على أن الدعوة هي فيها المعذرة وفيها المشاق وفيها الصعوبات وفيها ما فيها إذا علم هذا فإنه لا يسقط في الطريق لأن قد تأتي ابتلاءات فمن يسقط من أول واحدة من أول ضربة الابتلاء يا أبناء مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أن توطن أنفسكم أن هذا الطريق أنتم مستعدون بكل موطن مع النفس للدفاع عن هذا الدين وللذود على الدين ولإعلاء راية الإسلام الله أعلم المستقبل ما يقبل الصراع بمحب الباطل قائم على أساسه وبدأ والحمد لله البشارة ولكن تقتضي منا تضحيات كما ضحى اخواننا في سوريا وفي غير سوريا يعني ان ضحى الناس بانفسها بمالها بما تملك هذا فلا نتعثر لا التي عرفنا ان طريق الانبياء هذا هو طريقهم واكبر وسيله لنيل الدرجات العليا ولتحصيل الحسنات اكبر وسيله ان تكون الداعي الى الله مع اخلاص مع اخلاص الله ادعو الى الله ادعو لنفسي لا ادعو الى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو شكر الى الله من دعا الى لا اله الا الله فليكن دعاؤه اليه الله لا لنفسه ولا لشيء اخر اذا الاخلاص الصدق مع الله الله يفعل سبحانه وتعالى العباد ولذلك علينا ان نوطن انفسنا على هذا ثم ان النصر قادم إن نحن وطرنا أنفسنا على هذا فالله سبحانه وتعالى من سنته أيضا أنه ينصر المسلمين وأن الفرج قريب قال رغم الشدائد رغم المحن فالنصر قال هنيئا لمن وطن نفسه لمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى على السير إلى الطريق حتى تعلو الراية وحتى تكون دولة الإسلام العالمية الجديدة فتسود العالم كل على الأول تحتاج إلى رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا فكونوا رجالا لا تكونوا من أتباع نتاع حدثنا عليهم الأسبوع من النساء المراضيات لا تكونوا لا من أيضا نقيم النساء المراضيات لا كونوا رجالا كما قال الرب سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أنها خفت الله عنه وعلم أن فيهم ضعفا، فإن تكن منهم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. سنة ربي سبحانه وتعالى، واعلم أن النصر على الصبر. الأمة التي لا تصبر، الأمة التي لا العسل والسمان نوع من الدواء الطيب. أعطاهم أن السلفة من أغلب المعاني، لكنهم ما سووش حتى ذلك. لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على المشط على الماء مش على العدوى، لن نصبر على طعام واحد خير مع ربنا بيقول لنا مما تنذر الأرض من بقرها وبالثائبة وفومها وعدسها وبصرها. قالت السلفة لكن بأنا الذي خير أهل مصر فإن لكم مسلم، وضربت عليهم بلة والمسكنة وباء وغضب من الله. هم لا تستحق المدلة، لماذا؟ ما صبرتش على أكمال المسكنة ولا رياء الله. كيف تصبر على الأباء اللي يشوف فيها عنده خيام شغل كبير؟ إذا كيف تصبر على هذا؟ ولذلك هؤلاء لما ذهب موسى إلى بيت المقدس ما أخر؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون من الجيوش. ما ضربوش على الصبر، ما ضربوش على الجهاد، ما ضربوش على البلاد. الأمة التي لا تتربى هذا الجهل يجب تربى على الصبر، على الشداد. أمة كيف تصبر؟ أما بالصبر لا، لابد من حياة الصبر. والله سبحانه وتعالى يمتحن، ونهاية الصبر النصر بإذن الله قطعا يقينا، أن نهاية الصبر هي أثر النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأذكر فأقول حديث، لا ما إنسان صار في مصيبة، مهما كانت مصيبة سيئة، فيقول يقول مسلم ما من إنسان يصاب مصيبة، مصيبة مصيبة، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجر الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. والحديث في مسلم وفي مسلم أحمد. إذا كل المصائب ربي عوضها في الدنيا هذه، ما أصبت إن أصبت في مالك في بدنك في أي شيء لا تساوي شيئا أمام ما أعد الله لك، ولو طلبت في الدنيا يعوضك ربي سبحانه.